الخير وأرحب بكم على قناة أتلانتيك دايلوج تي في في بث مباشر من مراكش التي تحتضن أشغال الدورة 7 لمنتدى حوارات أطلسية التي ينظمها مركز التفكير المغربي مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وكما يقال الختام مسك، بحيث سنختم فقرات هذا اليوم مع ضيفي السيد عمر موسى، الاسم والشخصية السياسية التي طبعت بالذاكرة العربية فهو لا يحتاج إلى تعريف، لكن من واجبي أن أتطرق إلى المحطات التي رسبت تاريخكم السياسي. فلقد توليتم منصب وزير الخارجية المصري لمدة 10 سنوات، ثم أمين عام سابق لجامعة الدول العربية، وكذلك ترشحتم بالانتخابات الرئاسية بعد ثورة يناير. حاليا أنتم ضيف متميز بهذا المنتدى. أشكرك يا سيدي ونعم. مرحبا بك في المغرب ونورت المغرب ومراكش. متشكر جدا، أشكرك. بداية، بحكم أننا نتكلم عن الحوارات الأطلسية، كيف يمكن تقييم الوضع الحالي بالمناطق المحيط الأطلسي؟ أولا دعيني أرحب بهذا النشاط التفكيري والنقاشات المهمة اللي بتجري في إطار حوارات الأطلسي. والنوعية الخاصة للمدعوين من ساسة ومتخصصين في مجالات عديدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في النقاش الخاص بالاستراتيجيات والسياسات وحتى الجوانب العسكرية منها، كان موجودين ناس من المتخصصين العسكريين وكذلك إعلاميين، ومن ثم ففيه الحقيقة النشاط مهم يجب تحيته والسعادة، تعبير عن السعادة أنه كان في فرصة أني أناقشهم وأعيش معهم يومين كاملين، وكذلك الكتب والنشرات التي تصدر عن هذا المركز مهمة جدا ومليئة بالمقالات العلمية والمقالات الفكرية الكبيرة. من بداية هذه النقاشات أمس كان واضح التركيز على الجوانب السياسية والأمنية، ثم انتقلت إلى الجوانب الاقتصادية، وبعضنا اتكلموا أنا منهم عن ضرورة الأخذ في الاعتبار العلاقات الثقافية، لأنه في توتر كبير ما بين ثقافات وما بين حضارات، وإذن العلاقة الثقافية يجب أن يكون لها مكان في هذه النقاشات، وأنا أعتقد أنه ده حيكون هو الأمر المهم والجديد. منذ أمس والحديث عن الأطلسي وأفريقيا وسواحلها، وبالتالي جاء ذكر وتركزت نقاشات على العلاقة ما بين منطقة الأطلسي ومنطقة البحر المتوسط، وتجدي في المقالات اللي أنا قريتها في إعدادا لهذه النقاشات الحديث عن النظرة الفكرية اللي قدمها هانتينغتون في نهايات الحرب الباردة وبدايات التسعينات من القرن الماضي، واتكلم فيها عن العوالم المختلفة. فأتكلم عنه أنه هيكون هناك عالم صيني، الصين فيه هي المؤثرة، عالم الروسي والروس فيه هم المؤثرون وهكذا. وكان في أثناء النقاش الاقتراح أنه طب ماذا عن عالم الأطلنطي؟ وأنا اليوم اقترحت إذا كان ده هو الكلام أن احنا نتكلم عن عوالم مختلفة أو متكاملة، نظام عالمي جديد بهذا الشكل، فلا بد أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن يكون هناك أن هناك بالفعل عالم متوسطي، البحر المتوسط حوالي عدد كبير من الدول المختلفة المشارب والثقافات،
وليس فقط الدول المتشاطئة مباشرة وإنما عمقها. فتجدي مثلا في ما يتعلق بشمال إفريقيا دول شمال إفريقيا الإفريقية العربية وتليها دول الساحل والصحراء، وده أيضا مرتبطة مصالحها وتتأثر وتؤثر في ما يصل بها إلى سواحل البحر المتوسط. كذلك في أوروبا الدول المتشاطئة وبعدها بيصل إلى بحر البلطيق وبحار الشمال. إذن هي مجتمع كبير جدا في إفريقيا في غرب آسيا وفي أوروبا، ولا يتعلق الأمر بالمياه فقط وإنما بالمياه وعمق في الأراضي. إذن هذا عالم كبير وعالم مهم وهناك ارتباطات. لكن كيف يمكن خلق حوار ما بين هذه البلدان بدون الأفارقة؟ الحوارات بطبعها قائمة لأنه العالم أصبح متشابك بطريقة غير مسبوقة ولسه يدوك إحنا في بداياتها. فهذا التشابك بيخلق فرص الحوار من التواصل الاجتماعي إلى الجامعات إلى الصحف إلى يعني الوسائل أصبحت متاحة للكل والحوار بيجري. إنما إحنا بنتكلم على حوارات متخصصة، حوارات تأخذ زي ما بنتكلم في عوالم مختلفة. إحنا النهاردة بنتكلمنا هذا المنتدى بيتكلم عن العلاقة بين الأطلنطي والمتوسط أو الأطلنطي وإفريقيا، ويعني جوانب محددة من هذا الطرح الكبير. وطبعا لما يأتي حلف يأتي ذكر عالم الأطلنطي ضروري يأتي على في بداياته على قمته حلف الأطلنطي، وده ولذلك كان جزء من النقاش هو دور حلف الأطلنطي. هل هو على ما هو عليه؟ هل هو نفس الأطلنطي اللي احنا عارفينه ولا شيء جديد؟ مش واضح انه في شيء جديد. ودار النقاش في طيب اذا كان حلف الأطلنطي ما زال يلعب هذا الدور ألا يحتاج الأمر إلى مناقشة فيما هو قادم من الإجراءات والسياسات وغيره؟ وزي ما قال بعض المتحدثين أنه كتير مننا لا زالوا يذكروا مرحلة كان فيها صدام، مرحلة حلف الأطلنطي وحلف وارسو، مرحلة الحرب الباردة، مراحل القضايا الأساسية اللي موجودة منها القضية الفلسطينية في البحر المتوسط وهكذا. ألا يحتاج الأمر إلى إعادة بناء ثقة؟ اعتقد كثير منا أن الأمر يحتاج إلى إعادة بناء ثقة إذا كان هناك طرح جديد من جانب حلف الأطلنطي. وإحنا لا أعتقد أن أحدا منا منغلق على مثل هذا الحوار، إنما أيضا في مصالح إفريقية، في مصالح عربية، في مصالح أوروبية، في مصالح متوسطية في الكوميونيتي دي في المجتمع المتوسط لابد فيه من أن يكون فيه تفاهم مشترك، وليس أنه نقبل ما يطرح. في الجزء الآخر من معنى الأطلنطي كان هناك حديث عن العلاقة ما بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا، أي ما يفصلهما حلف الأطلنطي. ده موضوع تاني لأنه العلاقة دي علاقة اقتصادية، علاقة منفعة متبادلة، علاقة تنمية، إنما ما هياش العلاقة الاستراتيجية المؤثرة في هذه العوالم أو في هذا التطور الكبير اللي احنا بنتكلم عنه. نتطرق إلى نقطة أخرى وهي الموجة الشعبوية، اليوم أصبحت حقيقة تؤرق مضجع الدول العربية، والواقع يشير إلى الدول العربية والدول الأوروبية والدول كثير في العالم عربي. والواقع يشير إلى أنها تنتشر وتتوسع بوتيرة سريعة. أنت تنطلق من أي تفسير للشعبوية الخاصة بي اللي بتزعج الدول العربية؟ الشعبوية التي حاليا بدأت بعد الثورات الربيع العربي وأصبحت نريد أن نعرف كيف تتغذى هذه الموجة الشعبوية وكيف يمكن شوفي ستي طبعا ده سؤال مهم. مهما كان الأمر السياسات الداخلية
وأمور الحكم وإدارة أمور الناس هي اللي على أساسها الشعوب بتحكم على مدى تلبية رغبتها وإتاحة الحياة حياة مقبولة لهم. لما الأمر ده بينزل عن هذه الدرجة الحياة تصبح صعبة غير مقبولة، درجة التعليم درجة الخدمات بصفة عامة أيضا غير مقبولة، بيحصل حالة من عدم الرضا، حالة من عدم الرضا ممكن أنه التعبير عنها يأخذ أشكال مختلفة، وده اللي حصل في بدايات الربيع العربي في 2000 ديسمبر 2010 يناير 2011 وما تلا ذلك. يعني أنا أقول هي رد فعل، أنا طبعا ما فيش كلام، أنا بعتقد أنه لو كان العالم العربي بقى إدارة الحكم فيه أدت إلى راحة الناس ما كان من الممكن أبدا إثارة الناس بالشكل اللي حصل. طبعا فيه نظريات سياسية كانت موجودة، نظريات الفوضى ونظريات إثارة غضب الناس، إنما إثارة غضب الناس ده لا يمكن يأتي من الخارج إلا لما يكون له أساس من عدم الرضا في الداخل. ده اللي انطلقت على أساسه هذه الانتفاضات. إنما كمان ما يمكنش إن احنا نقول إنه هذه الانتفاضات أو هذه الثورات أدت إلى نتائج ما كان يريده الناس من مثل هذه النتائج. فشفت شايف الحالة في سوريا، شايف الحالة في ليبيا، شايف الحالة في اليمن، شايف الحالة في منطقة الهلال الخصيب العربية، شايف من بعد الثورات التي بدأت في تونس ودخلت على أركان عديدة من العالم العربي، وأعتقد أنها لم تنتهي بعد وتحتاج إلى الوصول إلى نقطة ارتياح الناس من سياسات معينة وأن هناك تغييرا إيجابيا حصل. وطبعا كأنك باعتبارك مواطنة وأنا مواطن في هذا العالم العربي الواسع لنا أرائنا، وبنقول أنه والله إحنا وصلنا إلى درجة رضا أو إلى درجة اطمئنان أو إلى درجة تفاؤل ولو بسيط بالنسبة للمستقبل. ده هو اللي إحنا عايزين نصل إليه في كل بلاد العرب، وكذلك نأخذ في الاعتبار أنه ده القرن 21 له ديناميكياته وانفتاحاته والتواصل الاجتماعي والتقدم التكنولوجي اللي ما أصبح من غير الممكن أن يغلق على مجتمع ما أبواب الاطلاع على ما يجري في البلاد، مش بس المجاورة، البلاد الدنيا كلها. والنهاردة أصبح أنه الولاد الصغيرين وبنات الصغيرين لسه حتى ما دخلوش في مستوى علمي يخليهم يقروا ويكتبوا، بيستطيع انهم يشتغلوا بزراير التليفون والباد وغيره وخلافه، ويتصلوا بالناس تانية ويشوفوا صور، فتلاقي الولد او البنت الصغيرين في اقاصي البلد ما لسه الالف ب ت ما حفظهاش كويس، انما عارف ان في تسونامي حصل في اندونيسيا وزلزال حصل مش عارف فين وعدد الضحايا كذا وكان في عاصفة بالشكل الفلاني، يعني أصبحت أذهانهم بتتسع في خط موازن للتعليم التقليدي. ده بيخليهم حساسين للتغيير ولمنطق الحياة الذي يدار في بلادهم. نحن نعيش قرن مختلف، وبالتالي ما يقدمه وما يطرحه وما يسمح به ما يتيحه يعني شيء واسع جدا، وده يجب أن نأخذه في الاعتبار. هذا الجيل اللي بيعتبر هو الجيل يا أما الجيل الحاكم أو الجيل اللي أصبح فاهم ما يجري ومتأثر فكريا بما يجري. سيد عم موسى، هل ترى أن العالم العربي يتوفر على القادة الشباب يمكن أن يحركوا حوار جاد يخلق دينامية إيجابية نحو التطور والتنمية؟ أنا زي ما قلت النهاردة دور المرأة ودور الشباب بيتصاعد،
وحتى كده انظري نظرة عامة على كل الدول العربية والإفريقية والأسيوية واللاتينية. سيبك من المجتمع المتقدم اللي فعلا حقق النجاح بالنسبة لحياتهم أو حياة مجتمعاتهم، تجدي أن هناك تصاعدا في عدد النساء اللي أصبحن مسؤولات، وزيرات، مديرات، رئيسات، قيادات بصفة عامة. شوفي الشباب النهاردة، الشباب، والشباب مش يعني 10 سنين، مش يعني 15 و20 سنة فقط، الشباب يعني في إطار 30 و35 سنة، حتى التعريف حتى هناك تعريف أنه أقل من 35، وربما الآن بنتكلم على الأقل من 50 أو حول 50 يعتبر شباب، لأنه الأعمار زادت وأصبح السن الكبير مش 40 و50 و60 زي زمان، أصبح 90 و100. فبالضرورة التطور بيفرض وجود الشباب ويفرض وجود المرأة، وزي ما يقال وانت عارفة هذا، انه المرأة نصف المجتمع، 50% حتى من ناحية حيث الاعداد تزيد شوية تقل شوية. هل يمكن انك انت تعزلي 50% من المجتمع عن الشغل؟ والشغل فين؟ ومش ضروري الشغل عشان تبقى مديرة، تبقى طبيبة اذا في اطار الخدمة، تبقى مدرسة في اطار الخدمة العامة، في بتبقى مهندسة في اطار، وهكذا. فانا مطمئن الى ان هذا التطور قد بدأ يصل، قد وصل إلى المجتمعات العربية. أشكرك سيد عمر موسى لقبول دعوتك لهذا الاستوديو، شكرا لك وشكرا على تواضعك. أشكرك يا ستي، وأتمنى لك إقامة طيبة بالمغرب. شكر، وأنا سعيد جدا بأن أكون في المغرب. شكرا. والإقامة دائما هنا طيبة. شكرا لك. شكرا. بهذا نختم حوارنا معكم ونختم فقرات هذا اليوم. نلقاكم غدا في نفس الموعد وعلى نفس المكان. شكرا. تمام كده.